من فترة قريبة عملت طاولة الراوتر دي وكان أداءها احترافي جدا ولحد دلوقتي بشتغل بيها. وفي حلقة النهاردة هنعمل تعديل بسيط جدا وغير مكلف هتقدر من خلاله تحول طاولة الراوتر بتاعتك ربوه. طبعا كلكم مستغربين، الموضوع بسيط جدا. وعشان تكون فاهم الفكرة، لو أنا عندي قطعتين من الكونتر عايز أساويهم ببعض زي ما أنتم شايفين، بشغل الراوتر بتاعي وابتدي أعيد عليها مرة واثنين وثلاثة لحد لما تشيل معايا الزيادات وأتأكد تماما إن قطعة الكونتر الحرف بتاعها بقى مستقيم 100%. طيب عملت كده إزاي وقدرت أظبط الظبط ده إزاي؟ ده اللي أنت هتعرفه لما تخش على الفيديو وتتابعه لحد النهاية. اول حاجه هعملها هبتدي اصفي كل المقاسات بتاعتي على منشار الطاوله، وبعد كده هبتدي تجميع. لو تلاحظوا هنا في قطعتين هتقطوا ب45 درجه، دول طبعا مهمين جدا هنتكلم عنهم دلوقتي وهيكونوا ظاهرين معانا واحنا بنجمع. طيب من فترة كده قريبة عملت الجيك دوت زي ما حضراتكم شايفين، وده هيساعدني كتير جدا ان انا اقطع اي درجات ميل انا محتاجها. وعلى العموم هسيب لكم فيديو التصنيع في صندوق الوصف عشان تقدروا تنفذوه بكل سهولة. طيب وانا شغال وارد يحصل معايا كيك باك والقطعة دي تطير كده للخلف، وطبعا لما تطير للخلف هتيجي في وشه ممكن اتعور، عشان كده عملت قطعة الكونتر دي وثبتها بمشبك عشان تحميني من الخطورة دي. طيب احنا قطعنا قطعتين 45 درجة بالشكل ده، احنا دلوقتي عايزين ناخد الحز اللي هو الحامي بتاع ال 45 درجة، هناخد منه 2 مللي بالظبط، مش هنكتر عن كده. كل المعدات المستخدمة في الفيديو هسيب لكم طريقة تصنيعها في صندوق الوصف. طيب في قطعة عامل لها مجرة زي ما انت شفت، والقطعة دي هنحدد مكان المجرة، بس نحدد السنتر بتاع المجرة وننزل ببونتة 9 مللي. بعد كده هنخوش كويس وهنجيب صامولة دودة. الصامولة الدودة دي الدخل بتاعها 6 مللي والخارج 9 مللي، دي طبعا من بره بتتربط في الخشب ومن جوه بتربط فيها مسمار حديد. طيب دي كده المجموعة اللي انا جهزتها، هنبتدي بقى نشتغل تجميع. دي طبعا القطع اللي احنا عملنا فيها الصواميل الدودة زي ما انتم شفتوا، وفي قطعة تانية هنستخدمها دلوقتي دي هتركب في وشها اللي هي ال 45. طبعا هنكون مجهزين شريحتين 7 سنتي هنثبتهم بنفس الشكل ده. طبعا انا بثبتهم دلوقتي عشان يكون الكلام واضح ليكم، بثبت الكلام ده كله في القطعة اللي احنا قطعناها 45 درجة، والتثبيت كله زي ما حضراتكم شايفين هيكون بالسوبر جلو. السوبر جلو مادة قوية جدا وبتمسك كويس في الخشب، وفي نفس الوقت بتكون سريعة في الانتاج، يعني ما بتاخدش منه وقت كبير. طبعا شوف طريقة التجميع دي زي علبة مقفولة. هنيجي بقى للجنب التاني، الجنب التاني هيتعمل فيه القطعتين ال 45. طبعا قطعتين 45 درجة هيتعملوا في القطعة اللي هي اتقطعت 45 من قدام، والجنب التاني هيكون مكون من قطعتين. القطعة دي بقى اللي فيها المجر اللي احنا عملناها على الراوتر زي ما انتم شايفين هيتعمل فيها بقية ال 45. هنعمل بقى حواشين بام دي اف 8 مللي 6 مللي اللي موجودة عندك. الحواش دوت عشان يمسك القطعتين ببعض ما يخليهمش يفكوا من بعض. ده زي ما انتم شايفين كده بنلزقه برده بسوبر جلو. طبعا فكرته بسيطة جدا، هنشوف دلوقتي مع بعض محدش يستعجل. هنرجع بقى للقطعة التانية، مكان المجرى بالظبط بتاعة الناحية التانية هنثبت قطعتين من الكونتر ال 18 مللي، قطعة كبيرة والقطعة هتكون صغيرة هنثبتها في النص كده بالشكل ده. طيب تعالوا كده نعمل تجربة، هنركب القطعتين في بعض. القطعتين طبعا هيكونوا عاملين زي مجرى كده. لو نلاحظ بقى القطعتين ال MDF اللي انا عملتهم حواش من جوه ممكن يخبطوا في قطعة الكونتر، عشان كده انا سبت لهم طريق يعدوا منها. هاخد بقى القطعة دي وهعمل أماكن المجرى برضو في السنتر بالظبط. هبتدي ان انا اعمل ثقوب بمونت 12 مللي، بس انا هنا هركب صواميل دوده 8 مللي. هجيب بقى اي مسمارين طوال واطير الراس بتاعه المسمار، او اجيب جويت واقطع منه بالطول دوت مثلا، هشوف الطول المناسب. انا طبعا حسبتها على حسب الطول اللي موجود عندي. هبتدي بقى افنش واصنفر الشغل بتاعي عشان بعد كده نخش على التجربه العمليه ونشوف هنعمل ايه بالظبط.
طيب ترابيزة الراوتر في المكان دوت مزنوق، مش هعرف اصور كويس ومش هعرف اوضح لكم، عشان كده هنقلها في المكان دوت واصور براحتي واوضح لكم كل شيء. طيب الدليل دوت مكون من 3 قطع، القطعتين زي ما انتم شايفين كده بيتحركوا، القطعة الثابتة. القطعتين دولت طبعا بحدد المسافة بتاعتهم على حسب تخانة البونت او تخنيق شفط الغبار. طبعا هشيل القطعتين خالص وهجيب اول قطعة عملناها، القطعة دي طبعا فيها الطرف ال45، وطبعا اماكن الصواميل هتكون قدام المجرى بالظبط، هركبها في المكان الشمال دوت بالتحديد، وبعد كده هجيب المقابض واربطهم اماكن الصواميل الدودة، يبقى انا كده ثبتت اول قطعة. طيب القطعة التانية هثبتها ازاي؟ هثبتها كده بنفس الطريقة، بس عايزين بس ناخد بالنا من حاجة مهمة. احنا طبعا بنركب القطعتين كده في بعض، طبعا المسامير او الجوايط اللي احنا ركبناها اماكن المجر، ودي اهم حاجة. طيب عايزين ناخد بالنا من حاجة مهمة، المقاس بيختلف معايا لما بتحرك بالمجرة دي، زي ما انتم شايفين المقاس بيقل وبيزيد. طيب بيقل امتى وبيزيد امتى؟ تعالوا كده على الوضعية دي نشوف. احنا طبعا فتحنا القطعتين عن بعض، تعالوا نشيك كده على المقاس. المقاس دلوقتي 9.4 مللي. طيب لو احنا جينا بقى فتحنا القطعتين عكس بعض، هنيجي بقى نشيك على المقاس، هنلاقي المقاس زاد معايا. تعالوا برضو نشوف ونشوف زاد معانا قد ايه. المقاس بالظبط 10 سنتي، وانا مش محتاج اكتر من كده، يعني زاد معايا 6 مللي بالظبط. وهي دي فكرة الملي اللي بتزود وتنقص المقاس بكل سهولة. طيب هنركب ازاي؟ القطعة ال45 دي هتكون في وش القطعة التانية بالظبط، وهنركب كده على الوضعية دي. المفروض هنا في الناحية دي استخدم جاود 6 مللي زي الناحية التانية، بس انا استخدمت 8 مللي عشان ما عنديش غيره، وبالمناسبة لقيت عندي مقابض نفادي 8 مللي برضه. طيب لما نيجي نبص للدليل هنحس ان هو بقى قطعه واحده، ودي طبعا الفكره اللي احنا اشتغلنا عليها عشان الفكره تكون سهله واي حد ينفذها. اول حاجه هعملها القطعه الشمال دي هنخليها بسوى البونته اللي راكبه، وبعد ما نتاكد ان هي مظبوطه بالظبط هنبتدي ان احنا نربط الدليل كله ونثبته. كده احنا خلصنا اول جزء، نيجي بقى للجزء الثاني والجزء اللي هو المتحرك. اخدين بالكم لو انا سحبت القطعه اللي جوه لورا المقاس بيقل، زي ما انتم شايفين كده الزاويه بتصد معايا، يعني دي قطعه الخشب مثلا اللي هتصد في الجزء الثاني. تعالوا كده نشوف، لما بزود المقاس بطلع لقدام المقاس بيزيد. طيب لو احنا جينا شيكنا بالزاويه، تعالوا كده نشوف، احنا دلوقتي هنشيك بالزاويه بعد ما نزود المقاس، هنلاقي ان القطعتين بقوا على استقامه واحده، وهي دي فكره الربو الحقيقيه. طيب احنا هنقلل المقاس بتاعنا زي ما انتم شفتوا كده، يعني هنخلي القطعه اللي من اليمين ديت ترجع لورا. هنبتدي بقى نثبت على هذا الوضع، ونبتدي ان احنا نجيب القطعتين اللي احنا عايزين نشتغل عليهم. احنا دلوقتي هنجيب قطعتين من الكونتر، انا طبعا قاطعهم بشكل عشوائي كده على الاركت عشان نشوف هيساوي معانا ولا مش هيساوي. تعالوا كده نشوف مع بعض، احنا طبعا في الاخر هنخلي القطعتين يتلحموا في بعض، بس هنشوف الاول ازاي. اخدين بالكم في الشغل انا بشتغل على القطع القليله، بلاقي في وشي على طول القطع العاليه، والقطع العاليه اولها كاستير او اولها بونته الراوتر اللي احنا ركبناها. بونته الراوتر طبعا بتشيل معايا زياده. طيب انا دلوقتي بشتغل على تخانات 18 مللي عشان البونته صغيره، ممكن انت تجيب بونته طويله وتشتغل عليها، بس اتاكد ان البونته ما يكونش فيها رف، لان انا جبت بونته طويله فيها رف وحسيت ان هي عامله صوت عالي جدا، وحسيت ان هي هتطير في وشي، فبلاش البونت دي، حاول تجيب بونته نظيفه. اخدين بالكم الجنب مستقيم والجنب نضيف جدا، بصراحة حاجة ممتازة. طيب احنا دلوقتي عايزين نجرب القطعة التانية، القطعة التانية برضو هي طبعا مقطوعة بشكل عشوائي، بس برضو احنا عايزين نتأكد ان هي هتخدم معايا على القطعة دي ولا مش هتخدم، والتجربة دي هي اللي هتثبت لي ان فكرة الربو دي ناجحة ولا فاشلة. طبعا زي ما سبق وقلت لحضراتكم ان دي الفكرة الاساسية بتاعة الربو، ان القطعة اللي هي في دخول الشغل بتكون قليلة عن القطعة التانية. القطعة التانية طبعا بيكون في وشها كاستير، الكاستير بيكون عالي فبتشيل معايا الزيادة. طبعا لما بتشيل معايا الزيادة بطلع وانا ماشي بلاقي القطعة اللي ورا الكاستير مستقيمة، فهي دي اللي انا بمشي عليها الشغل، فبيطلع الشغل معايا مستقيم. طيب تعالوا كده نشوف فكرة الربو نجحت ولا لا. انا هخدم القطعتين على بعض، طبعا دي مهمة جدا جدا، لو انا مثلا بعمل طاولة وعايز اجمع كذا قطعة خشب في بعض، فلازم الحرفين يكونوا مستقيمين بنفس الشكل كده، بصراحة تجربة ممتازة وانصح بتجربتها. طيب هجيب قطعة تانية برضو من الكونتر ال18، طبعا جنب بتاعها غير مستقيم، هعدله دلوقتي على فكرة الربو، وبعد كده هوريكم فكرة جميلة جدا هخليكم ازاي تستخدموا الربو دوت كتخانة، زي مثلا مكنة التخانة اللي انتوا بتشوفوها بره. طبعا التخانة دي بتتخن معايا الشغل، يعني بتحدد مقاسات الشغل كله. طيب هنعمل كده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. طيب لحد كده تمام، انا كده ظبطت جنب، بس الجنب التاني معرفش مظبوط ولا مش مظبوط. طيب لو مظبوط حتى التخانه نفسها في البدايه غير التخانه نفسها في النهايه، يعني ممكن تكون مسلوبه من جنب من الجنبين.
طيب هجيب الجنب النضيف واركبه كده على الدليل، هنلاحظ ان النور هنا بتاع الجزء اللي هو القليل. طيب هنبتدي ان احنا نزود المقاس ونخلي القطعتين على استقامه واحده، وهنخليهم كمان قريبين من بعض مخدمين على بعض يعني، وهنستخدمه كدليل مستقيم ما فيهوش اي مشكله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا بزق القطعه اللي من ناحيه الدليل لقدام، بتزود معايا المقاس، بتاكد كده ان الشغل على استقامه واحده ومظبوط، بربط المقابض بتاعته، وبعد كده ببتدي ان انا اخلي الجنب النضيف ناحيه الجنب المستقيم زي ما اتفقنا، وبعد كده هقرب الدليل بتاعي كله واظبط المقاس بتاعي ان اشيل الزياده اللي على الجنب الغير مستقيمه عشان في الاخر بعد الشغل تكون مستقيمه 100%. وطبعا لازم ابتدي من الجنب دوت عشان قطعه الخشب ما تجريش من القدام. بعد الحركة اللي انا عملتها دي كده اضمن ان الشغل بتاعي مستقيم من الجنبين ومقاس واحد، نفس فكرة التخانة بالظبط، التخانة بتعمل الحركة دي، فكده يعتبر انت ظبطت الجنبين مستقيمين قائمين وزي الفل. في النهاية بشكركم جدا على مشاهدة الفيديو، اهم حاجة لو في حد عنده اي اضافة كنا ممكن نضيفها في الفيديو يكتبها لنا في التعليقات. وكده بقى انتهينا من حلقة النهاردة، لو شايفين انكم استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، السلام عليكم.